التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عددا من أعضاء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. من جانبه أكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية أنه منذ عدة أيام تقوم الحملة بعمل اجتماعات مع المصريين في الخارج نظرا لأهمية دورهم ولحرص الحملة الشديد على الاستماع لهم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودا واسعة للتسهيل على المصريين بالخارج من خلال إطلاق المبادرات المختلفة. وثمن وفد من المصريين بالخارج في السعودية إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال التسع سنوات الماضية، وأنهم حريصون على التوعية بهذه الإنجازات من خلال طباعة كتيب يضم هذه الإنجازات وخصوصا في ملف المصريين في الخارج، مشيرين إلى أهمية التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.